في الأصل أول مبدأ بدأ في الليترم دانتونا مش في المسرح الروماني، وكان تقريبا 100% جاهز، ولكن بعد كشفوا الإقبال بتاع الجمهور والتعطش للثقافة المادة الثقافية الراقية، جاءت الفكرة للتحول إلى المسرح الروماني بعد ترميمه بطبيعة. المسرح وصل لقرطاج من الأول معناها بمسرحيات كبيرة جدا، معناها كيما تفكر توا ديب الملك ولا يرمى بتاع سالي بن عياد الله يرحمه. الموسيقى بيصير دخلت بالطرب وبالموسيقى الأندلسية زاد المالوف، حاجات زاد في أعلى مستوى. سي صلاح المهدي الله يرحمه وقتها زاد عمل مهرجان تاع الفنون الشعبية، وكان حتى في الشعبي فما اختيار وانتقاء، وش كانوا يجوا الفرق من جميع أنحاء العالم. سي شادي القليبي سمى رجا فرحات 76 أعتقد ولا حاجة، سمى رجا فرحات عمره 28 سنة، سماه مدير مهرجان قرطاج الدولي، عمرها ما صارت وقتها في تاريخ تونس وفي التعيينات وفي كذا. لا محالة، بورقيبة سمى وقتها كتاب دولة عمره 28 سنة وقت يبدأ. رجا فرحات حب يجدد وجدد، أول مرة جمهور اكتشف مجد الرومي جابها رجا فرحات. اكتشف مرسل خليفة هو بيدو قاعد بيت فيه في بيروت ويغني فيه أشعار محمود درويش من تونس، راه ولا نجم، دي حاجة ما يعرفوهاش الناس. العديد 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 من النجوم اليوم الكبار اللي يقولوا جاوا لتونس شباب وحتى حد ما يعرفه، وكانت الانطلاقة من هوني. وحتى سفرهم إلى أوروبا وإلى أمريكا عبر تونس، رجاء جاب معنا فنانين نادرين وبارزين في نوع معناها نوعية متميزة اللي أقنعت الجمهور، والجمهور وقتها كان مثقف، لأن يمشي للمسرح ويمشي للسينما وعنده إن كان تلميذ عنده برمجة ثقافية في المدرسة، إن كان في المسرح إن كان في الموسيقى إن كان في السينما. العروض اللي كانت تقع والأستاذ بتاع الفرنسوية ولا بعد في الثانوية بتاع الفلسفة يجي يحضر بالنسبة للنقاش بعد الفيلم، هذا الكل كان متكامل مع بعضه، مهرجانات المدرسة في العائلة، البو يهز مرته وأولاده ويمشي المسرح البلدي ويلبسوا كسوة العيد خاطر عيد كيفاش يمشي للمسرح. هذوما الأشياء اللي خلاه وقتها خرج جيل كما تقول أنت عصر ذهبي وجيل من ذهب.